السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حمصلتكم، مرحبا بكل عشاق ورواد الويب العربي. في هذا الفيديو سوف نكتشف مع بعض إن شاء الله طريقة تسوق قميص من الانترنت وبالضبط الموقع الإكسبريس وشحنه إلى غاية العنوان الخاص بنا. ابقوا معنا لمعرفة المزيد. سوف نحتاج إلى بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو عموما بطاقة تدعم الشراء من الانترنت. بالنسبة لمن يمتلك البايبال فلا يمكنك الدفع عن طريق البايبال. سوف نبدأ على بركة الله. ندخل إلى أي محرك بحث وبأي متصفح انترنت وندخل على الإكسبريس. يجب عليكم امتلاك حساب على إكسبريس. من ليس لديه حساب على إكسبريس فأنت هناك فيديو سوف يظهر في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء عن طريقة التسجيل على إكسبريس ويشرح أهم الأمور التي يجب عليك أن تقوم بها أو امتلاكها أو معرفتها. نقوم بتسجيل الدخول كما قلت ونبحث عن القمصان. سوف تجدون رابط تصنيف القمصان أو مجموعة الكاتيجوري الخاصة بالقمصان. هذا هو القسم الخاص بها. يمكنكم التحكم في هذه العروض بالنقر على هذا الشريط، فمثلا free shipping للشحن المجاني، top rated أي للتقييم المنتجات ذات التقييم العالي، والسيلر أونلاين إذا كنتم ترغبون بالتحدث مع البائع. القميص الذي نرغب بشرائه هذا هو شكله وهذا اللون الخاص به. سوف نقوم بشراء إن شاء الله اللون الأبيض. القميص متوفر باللون الأزرق والرمادي. كيف نقوم بتحديد المقاس الخاص بنا؟ الأمر بسيط جدا. يوجد هنا ميديوم، لارج، إكس لارج، إكس إل ودبل إكس إل. كيف نقوم بمعرفة المقاس يناسبنا؟ فالأمر بسيط جدا. نفترض لأنه لدينا قميص مسبقا، سوف نقوم بقياس ذلك القميص ونرسله إلى البائع. الأمور التي يجب علينا قياسها سوف تجدون رابط في الديسكريبشن أو في الوصف، سوف يحيلكم إلى موقع حموصة.com. هناك سوف تجدون الصورة توضيحية لكيفية قياس ملابسكم. يجب عليكم قياس الملابس وليس قياس الجسد الخاص بكم. وأيضا إذا كنتم ترغبون بتدقيق المعلومات سوف تقومون بقياس القميص الذي لديكم وأيضا قياس جسدكم وإرسال تلك المقاسات إلى البائع لكي يساعدكم على تحديد المقاس الذي يناسبكم. وهذا أمر أنا أنصح به لأنه يعطي كثير من الدقة. سوف نقوم بتحديد اللون الذي نرغب بشرائه، مثلا هذا هو اللون، اللون الأبيض. لدينا هنا الشحن دولارين فاصلة 83 سنت تقريبا 3 دولار. هذه المسألة أن مصاريف الشحن قد تتغير، قد تصبح بعض الأحيان مجانا على حسب المنتجات. فإذا بحثتم جيدا في موقع الإكسبريس سوف تجدون مجموعة من المنتجات ذات الشحن المجاني. أنا عجبني هذا القميص سوف أقوم بشرائه. ننقر على باي ناو. إذا كنت ترغب بشراء مباشرة تدفع فاتورة هذا القميص أي تقريبا 10 دولار فاصلة بضع سنتات. وإذا كنت ترغب بشراء منتج آخر تنقر على Add to Cart. لماذا؟ لكي تضيف منتجات أخرى إلى سلة المقتنيات وتقوم بدفعها لاحقا. وهذا أمر أنا أنصح به. لماذا؟ لكي تقوم بتقليل تكلفة أو العمولة التي يأخذها البنك. في الأسفل تجدون Transaction History يعني تاريخ أو عملية الشراء السابقة لهذا القميص. وكما تشاهدون لدينا هنا أكثر من 30 صفحة يعني أكبر أكثر من 300 قطعة تم شراؤها على ما أظن. هنا تجدون وصف القميص يعني المادة التي تكون منها، النوع يعني الجنس خاصة هل بالإناث أو الذكور، القميص ذو كامل يعني فول أو نصف الكمين. لمراسلة البائع تنقرون على كونتاكت ناو وتنقرون على هذا الشعار أو هذا الأيقونة إذا كان البائع متصل وتتصلون به كما كان الحال في الأميسن أو الياهو أو سكايب. تنبثقنا في ذا وترسلون البائع وتتحدثون معه. أيضا هناك مسألة أحب أن أشير إليها وأنه إذا رغبتم بتخفيض فالبائع يمكنه أن تساوموه وتطلبوا منه أن يخفض مثلا هات 98 سنت وتصبح فقط 10 دولار. هذه المسألة يمكنكم القيام بها. نلتقي بعد قليل لكي نقوم بدفع الفاتورة. سوف تجدون رابط القمصان في موقع حموصة.com للبحث على المنتج الذي يناسبكم. نلتقي بعد قليل. بعد إضافة المقتنيات
أو المنتجات إلى سلة المقتنيات، سوف تنبثق لنا الصفحة. هذا هو الشكل الخاص بها، فيها مجموعة المقتنيات التي نرغب بشرائها، وفيها أيضا أثمنة المنتجات بالإضافة إلى الشحن. الثمن الإجمالي هو $68.25 مع بضع دولارات كمصاريف الشحن. مصاريف الشحن يمكنكم التخلص منها إذا بحثتم جيدا في موقع الإكسبريس، سوف تجدون مجموعة من المنتجات ذات الشحن المجاني. بعض المنتجات قبلنا بأن ندفع بضع دولارات كمصاريف الشحن، وذلك لأنه المنتج بحد ذاته كان عليه تخفيض، وسوف نغتنم الفرصة بكي ندفع الفاتورة. ننقر على باي اول لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة. هذه المرحلة فيها إلى أين سوف تشحن هذه البضائع. بما أنه لدينا عنوان واحد فقط في علي إكسبريس، سوف يشحن إليه بشكل أوتوماتيك وبشكل افتراضي. سوف تجدون هنا مجموعة من المربعات أو مجموعة من الخانات فيها فراغ، يمكنكم استخدامه كطريقة للتواصل مع البائع وكتابة المقاس الخاص بملابسكم. بعض المنتجات لا يتيح لكم البائع تحديد اللون أو النموذج أو النوع الخاص بالبضاعة، فيمكنكم هنا كتابة الأمر أو الملاحظة التي ترغبون بأن يحترمها البائع. وننقر على Place Order لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة الدفع. بشكل أوتوماتيكي فعلي إكسبريس سوف يعطينا مجموعة من طرق الدفع، فمثلا هناك Western Union، هناك الفيزا ماستر كارد، هناك بعض الطرق الأخرى. في هذه اللحظة سوف يتم إرسال إشعار إلى كل الباعة بأنه يجب تجهيز البضاعة، لكن لن يتم الشروع في إرسال البضاعة إلا بعد دفع الفاتورة. كما قلت مسبقا لدينا فيزا ماستر كارد، لدينا كيوي ووليت، وأيضا بعض الطرق الأخرى، إلا أنه للأسف لا أعرف لماذا لكن البايبال الإكسبريس لا يدعم البايبال، لكن هناك خاصية اسمها Money Back Guarantee. علي إكسبريس وفر لكم ضمان 60 يوم إذ لم يتم إرسال البضاعة إليكم، وهذه الخاصية على ما أظن كافية جدا. نحن سوف نشتغل بالفيزا، سوف نقوم بتعبئة هذه الخانات عفوا، نقوم بتحديد أي بطاقة لدينا، نقوم بكتابة شهر انتهاء الصلاحية كذلك السنة، ونقوم بكتابة Security Code أو الرمز السري الخاص بطاقة، وكذلك الاسم على البطاقة لصاحب البطاقة، وكذلك اللقب أو اسم العائلي. بعد تعبئة هذه البيانات ننقر على Pay Now ودفع الآن لكي ندفع أو يتم اقتطاع الفاتورة أو المبلغ من خاص بالبطاقة الخاصة بنا. نلتقي بعد قليل.